السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالقطب الجامعي الجديد الذي سوف يدخل الخدمة في غضون دخول الجامع المقبل بجالمة، واللي يتسع إلى 12,000 مقعد بيداغوجي، ويحتوي على 6 كليات في مختلف العلوم الجديدة، يعني العلوم الإعلام الآلي والرياضيات وعلوم يعني اقتصاد المعرفة، ويعني التخصصات الجديدة. إذن هذا المركز الرائع اللي نخليكم تشوفوا الصور نتاعو هنا في هذا الفيديو. والسلام عليكم.